طبعا ما زالت جهود الهلال الأحمر الإماراتي مستمرة، والحمد لله يوميا عندنا فرق تنزل بالتعاون مع الهلال السوري، وتم حصر الاحتياجات وبأنفسنا نشرف على توزيع المواد الغذائية وكذلك الإصحاح والمواد الإغاثية، والحمد لله أن تم توزيع المناطق في اللاذقية على عدة مقسمات، وكل يوم في منطقة، والحمد لله أن بدينا يعني نغطي جميع المناطق.